تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا 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 احبائي يا سلام اش حراكم الشابين واصدقائي كاع راهم هنا واش راكم الحمد لله الحمد لله عمو يزيد او فرحان بزاف لو يستضيف فيكم هنا في هذه الحصه الجميله تحبوها الحصه اذا حصتكم مع عمو يزيد تستقبلكم اليوم في هذا الجو الجميل هذا الجو اليوم اللي عندنا مناسبة سعيدة راكم تشوفوا أصدقائنا اللي راهم هنا كامل من ذوي الاحتياجات الخاصة أصدقائنا نقولهم ذوي الهمم ذوي القدرات الخاصة أحبائي وانتم اللي راكم تشوفوا فينا إلى حبيتوا تحضروا كما أصدقائنا اللي راهم هنا وتفرحوا ما عليكم إلى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي قبل ما نبدأ واش رأيكم نستقبلوا بريد أصدقائنا الأطفال اللي بعتوه لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات شكون اللي جاب لنا البريد ساعي البريد اذا استقبلوا معايا جليلو تعال ولدي تعال 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 عمويزيد لبس ولدي جليلو اصغر ساعي بريد متطوع مع عمويزيد واش جبت لنا جليلو بريد الاطفال بريد الاطفال احبائي البريد اللي بعتوه لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com إذن جليلو ضع البريد في علبة البريد وباش عمو يزيد من بعد راح يقراه لكم في البرنامج أحبائي قريتوا مليح؟ برافو 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 اليوم أنني نشوف لأصدقائي رمحنا مع السلامة عمو يزيد مع السلامة مع السلامة دوك نقول من بعد الأصدقائنا علاش رمحنا يا أصدقائنا ذوي الهمم ذوي القدرات انا حبيت نهضر مع صديقي محمد امين واش راك وليدي لاباس لاباس محمد الله. امين صديق عمو يزيد دائما 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 يجي لعندو راك فرحان اللي راك هنا اني فرحان عبالكم باللي محمد امين يقرا مليح شحال جبت معدل وليدي 8.40 برافو تصفيقه 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 على محمد امين 8.40 رانيا بنتي واش راكي بنتي لاباس لاباس فرحانه اللي هنا اه دائما رانيا كذلك من اصدقاء عمو يزيد تحبي تقراي مع من جيتي رانيا مع ماما هي اللي تجيبك دائما الله يبارك الله يبارك الله يبارك واش راك وليدي قلنا حاجه راك فرحان لي راك انا قول الله يبارك اروحي من الشاب 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 اروحي من قعدي واش راكي بنتي لاباس لاباس اكيد فرحانه لك هنا عمو يزيد تاني وفرحان بزاف 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 اللي راكي هنا بنتي إيه؟ تقراي نقرا تحبي تقراي برافو 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 ربي يحفظهم اصدقائي صديقنا تاني واش راك وليدي لاباس صديقي هذا دائما 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 كيما محمد امين دائما حاضر معنا راك فرحان الله يبارك الله يبارك الله يبارك وليدي الله يبارك احبائي دائما او ادم ادم قريب نسيتك ادم ادم الشباب واش راك ادم عمو يزيد هاكويا تحب عمو يزيد اكل شحال تحبوا عمو يزيد تحبوا ربي يحفظه ربي يحفظه ادم وليدي كذلك دائما دائما يزورنا احبائي راهم هنا اصدقائنا ذوي الهمم أصدقائنا راهم معنا اليوم هنا لأنه يوم 3 ديسمبر هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أحبائي سي لا جورني انترناسيونال دي زونديكابي في كل سنة في كل سنة العالم كله يتوقف باش يتكلم على ذوي الاحتياجات الخاصة
ما هي احتياجاتهم في الإدماج المدرسي، الإدماج الاجتماعي في ميدان العمل أحبائي، عندهم حقوقهم كذلك، حتى مثلا في المباني، في المباني مثلا حتى في الإدارات كامل كاين مثلا المسالك، مسالك لازمهم مسالك خاصة باش يقدروا يجوزوا بالعربة نتاعهم مثلا. كل هذا الشيء هذا هو في هذا اليوم هذا نديروا حوصلة ونشوفوا وين وصلنا في مجال تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأنا من هذا المنبر نوجه تحية تقدير 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 لوالديهم أولياء ذوي الاحتياجات الخاصة، حياتهم والله ما هي عادية. إذن أولياء ذوي الاحتياجات الخاصة، عمو يزيد تحية من القلب، ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يقدركم باش تتهلاو في أولادكم ليهم وأولادنا كذلك. أحبائي، يوم 2 ديسمبر هو اليوم العالمي لإلغاء الرق. عباكم شو هو الرق؟ الرق هو الاستعباد، يعني عباكم أحبائي في وقت فات ولا مازال بعض الأماكن فيها العبودية أحبائي، وعلى بالكم بلي الإسلام ديننا الحنيف أول شيء جابه نهار أتى الإسلام جاء لنبذ العبودية. إذن أحبائي ما كانش العبودية في الإسلام، حتى الإنسانية دركا داروا يوم عالمي، العالم كله يوم 2 ديسمبر يتوقف لإلغاء الرق، ما نستعبدوش الناس. الإنسان يجي يعمل بمحض إرادته ويأخذ حقه، يأخذ أجر ويروح، ما نستعبدوش الناس أحبائي. يا أخي برافو برافو، وخاصة الأطفال. وش رأيكم أحبائي؟ قبيلة قلنا بلي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم 3 ديسمبر، كاين اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، شكون اللي يعرفه وقتاش؟ الوطني تعرفوا محمد أمين؟ اليوم الوطني تعرفوا؟ تعرفوا؟ قل لي؟ برافو 14 مارس، برافو وليدي، برافو 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 برافو، عرفوا الله يبارك. محمد أمين تعرفوا 14 مارس هو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي كل سنة عمو يزيد كان يدير لكم حفل كبير ويعرضكم يا أخي، ونحتفلوا مع بعض ونحسوا الناس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هي ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة، ولكن احنا الأطفال نحبوا الأطفال أكثر شوية، ولكن قاع ذوي الاحتياجات الخاصة خوتنا ونحبوكم تاني، وربي إن شاء الله يقدركم لأنه ماهيش حياة سهلة، وحتى الأولياء تاعكم ربي يقدرهم إن شاء الله. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: ما هو السؤال الذي لا يمكنك الإجابة عليه؟ كاين سؤال كي سألك إنسان عليه ولا ما تقدرش تجاوب عليه، لا يمكنك الإجابة عليه، فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا بإمكانهم الإجابة عن اللغز بالتوجه لموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أحبائي الشاطرين، سؤال شوية صعبة معلش، فكروا في السؤال لغاية نهاية الحصة، ما هو السؤال الذي لا يمكنك الإجابة عليه؟ فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا، وإحنا نروحوا مع خلود نكتشفوا شخصية اليوم اللي هو يحيى بوسحقي. تفضلي بنتي، تفضلي خلود، تفضلي. تحية تحية الخلود. مرحبا يا أطفال. مرحبا. يحيى بوسحاقي. يحيى بوسحاقي هو رجل سياسي جزائري ومجاهد وشهيد أثناء ثورة التحرير الوطني من منطقة القبائل وجبال الخشنة بالجزائر. ولد الشهيد يحيى بوسحاقي بتاريخ 22 أفريل 1935 ميلادي في تنية ضمن محافظة الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، وهو من أحفاد الفقيه المالكي سيدي بوسحاقي، ووالداه هما عبد الرحمن بوسحاقي وخداوج بومرداسي، وتلقى تعليمه
في زاوية سيدي بوسحاقي، ثم في زاوية أولاد بومرداس ضمن منطقة القبائل وجبال الخشنة. وجده هو علي بوسحاقي الذي كان مقدم الطريق الرحمانية في منطقة القبائل. تطور الوعي السياسي والنضالي لدى يحيى بوسحاقي عبر احتكاكه بعمه الإمام إبراهيم بوسحاقي في مسجد سفير داخل قصبة الجزائر، كما أن عمه الأخير محمد الصغير بوسحاقي ساعده في إنضاج قدراته القيادية والتنظيمية منذ بداية شبابه عبر تجربته الطويلة أثناء تطور الحركة الوطنية الجزائرية من 1918 ميلادي إلى 1954 ميلادي. فالتحق قبل أول نوفمبر 1954 ميلادي بصفوف المناضلين الجزائريين، واستشهد يحيى بوسحاقي أثناء اشتباك مع جيش الاحتلال الفرنسي في قيرة أسواكرية قرب مفتاح في الجزائر بتاريخ 28 ديسمبر 1960 ميلادي مع جنود كتيبته رحمة الله عليه. برافو 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 خلود بنتي، برافو برافو برافو. إذن أحبائي، يحيى بوسحاقي شهيد ثورة التحرير. بهذه المناسبة هذه نترحموا على كل شهدائنا، وعلى بالكم أحبائي السنة المقبلة 2022 هي ستينية استقلال الجزائر 1962-2022، راح تكون احتفاليات كبيرة، وإحنا مع الأطفال رايحين نترحموا على شهداء الثورة وشهداء الجزائر كلها والمقاومة الشعبية وكامل كل الناس اللي كان عندهم يد في أن الجزائر تصبح حرة مستقلة. وش رأيكم أحبائي بمناسبة هذا اليوم، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، عمو يزيد لكم أغنية جميلة جميلة، وأنا حبيت محمد أمين هو اللي قلنا كلمات الأغنية باش يغنيها لكم عمو يزيد. محمد أمين قلنا الأغنية: أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عظيمة، لكن أثابر لغاياتي العظيمة. برافو برافو، صفيقة 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 صفيقة، برافو وليدي، برافو برافو برافو، ربي يحفظك. نغنوا مع بعض هذه الأغنية الجميلة والمؤثرة: أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغاياتي العظيمة. نغنوها مع بعض أدم؟ يلا هاي. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي حتى هالصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى هالصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا المعاق
ربي قادر، أرادني عديما لكنني أسابر لغاية عظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغاية عظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغاية عظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، لكنني أسابر لغاية عظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاية عظيمة. سأثابر بالصمود برافو 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 احبائي، برافو برافو. اذا تحيه من القلب لذوي الاحتياجات الخاصه بصفه عامه وللاطفال بصفه خاصه ولاوليائهم. ساسعى للصمود احبائي، التحدي. كل اصدقائنا ذوي الاحتياجات الخاصه يحبوا يقراوا، يحبوا يعملوا، يحبوا يلعبوا، يحبوا يعيشوا كما احنا. اذا مسؤوليتنا اننا، تعال ادم، تعال ادم، تعال وليدي، اروح اروح. عجبتك الاغنيه ادم؟ عجبتك؟ ايه 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 اه عجبتك؟ حفور حفور توين. برافو برافو ادم، برافو وليدي، برافو. احبائي تحبوا العاب الخفه؟ اليوم عمو يزيد جاب لكم مفاجاه، عمو موحى من مدينه عنابه. اذا تفضل تفضل عمو موحى، تحيه تحيه لعمو موحى. إذا تحية تحية لعموم وحا، تفضل 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 تفضل. Thank you.
برافو 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 ادم قولوا برافو ادم قولوا برافو برافو قولوا برافو برافو تي برافو ايه ايه اه برافو 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 ادم برافو وليدي برافو احبائي عجبتكم العاب الخفه اذا تحيه العم موحى وكل ناس ولايه عنابه جانا من مدينه عنابه نحييهم من خلال العم موحى احبائي تحيه لكل ناس ولايه عنابه الجميله 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 احبائي في كل مره نكتشف معلومه في فقره هل تعلم اليوم راح نكتشف معلومه مع بنتي دعاء اذا تحيه تحيه لدعاء تفضلي بنتي تفضلي 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 مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن سرعة الفهد القصوى هي 114 كيلومتر في الساعة؟ برافو 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 برافو. إذا أحبائي الفهد يجري السرعة تاعو توصل حتى 114 كيلومتر في الساعة أحبائي، راهي سرعة فائقة. إذا شكرا دعاء بنتي على هذه المعلومة الجميلة. تحبوا المعلومات والمطالعة أحبائي؟ برافو برافو برافو. أحبائي تحبوا الحكايات؟ إذا عمو يزيد راح يحكي لكم اليوم حكاية القرد والسلحفاة، يلا معايا. أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية جميلة هي حكاية القرد والسلحفاة. واحد النهار كان واحد القرد كان في الغابة، ولكن كان في واحد الغابة وقرد كبير، ولكن كان ظالم في هذيك الغابة. تفهموا عليه الحيوانات وحوزوه من الغابة لأن الظلم مش مليح، فهموا عليه كامل قالوا ما تقعدش معنا هنايا لأنك ظالم، كان يضربهم كان يحقرهم وكامل حوزوه. راح من هذيك الغابة وراح قاعد يمشي يمشي يمشي. واحد النهار قعد يمشي هكذا قدام واحد النهر هكذا كانت واحد الشجرة، وهذيك الشجرة فيها الثمار. واش كان يدير؟ شاف ثمرة من الشجرة هذيك طاحت طاحت في النهر هذيك، دارت واحد الصوت دارت واحد الصوت عجبو. قال يا ما كان يدير والو، قعد ينحي في الثمار ويرمي في البحيرة هكذا بعيد ويدير هذيك الصوت، وهي كانت تصوتي كانت واحد السلحفاة ملهيك كانت تجيها هذيك الثمار كانت تاكلها. وهذاك الدب ما شافش السلحفاة هذيك، قعد يرمي هكذا في الثمار، هي تروح للسلحفاة هذيك، هي عن بالها بلي يحبها ورو يرمي لها ليها الثمار بلي شافها. ومن بعد كيكلات وكامل قالت له اي قال لها ما شفتكش. قالت له انا عم بالي ترمي لي في الثمار، قالت له انت صديقي. ومن بعد ولاو اصدقاء ولاو اصدقاء، ولات كل يوم تروح لهذاك النار تتلقى معاه يغني ويلعبوا كامل ويرمي لها الثمار يجيب لها الثمار وكامل ويهضروا ويلعبوا. واحد النهار طولت الزوج تاعها تاع السلحفاة تقلق، قالها وين كنتي طولتي؟ قالت له كنت مع صديقي الدب نلعب. قالها ما تزيدش تلعبي معاه وكامل؟ قالت له لا لا هذاك صديقي انا نلعب معاه، صديقي نروحوا نلعبوا ويعطيني الثمار ونلعبوا ونمرحوا كامل. ومن بعد قعد يفكر، قالها وليدك راهو مريض. قالت له واش به؟ قالها راهو مريض والطبيب قال لي لازم له قلب تاع قرد باش يبرى. قلب قالها دبري راسك لازم تجيبي القرد هذاك وتجيبيه للدار باش نلحوا له القلب تاعو ونعطوه لوليدنا باش يبرى. قعدت في حيره، كل قرد صديقها وعداته بالصداقه وعطات له عهد بالصداقه وكامل، هل تنقض هذا الوعد بالصداقه ولا تنقض وليدها اللي راهو مريض؟ قعدت في حيره. ومن بعد الامومه تغلبت، جابوا هذاك القرد للدار باش يتعشى. من بعد كي قعد غلقوا الباب، كي غلقوا الباب توا هكذا قعد ياكل معاهم وكامل. من بعد قالوا وليدنا راهو مريض ويحتاج قلب تاع القرد وعلى بها جبنك. تخلع هو قال لها كيفاش؟ قال لها سما خدعتيني. اي قالت له انا وليدي راهو مريض. اي قال لها بصح عندنا مشكل. قالت له واش هو؟ قال لها بصح انا قلبي ماهوش انا خليته في الدار. خدعهم قالها قلبي خليته في الدار انا لازم نروح نجيبوه. شاف هما هي حمقاء مع زوجها. قالت له ايه قلبه ماهوش هنا كيفاش نديرو؟ قالها خليه روحي معاه روحي جيبوه وروحوا. ومن بعد هو غير خرج برا هرب هكذا. قالت له وراك رايح؟ قالها يا حمقاء
قلبك شو واحد يمشي بلا قلبه؟ قلبي هو عندي انت اللي نقطي الواحد ما تزيدش كامل تكلمي معايا وراح احرب. عمو يزيد عمو يزيد، العبرة من هذه القصة هي أن لا تقوم بخيانة أصدقائك أبداً، ويجب أن لا تنقض العهد الذي أقسمت عليه. برافو برافو برافو، تحية 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 تحية. أحبائي الصداقة مهمة، الإنسان لازم دائماً يكون وفي للصداقة، يا أخي أحبائي يلا. إذن أحبائي كما شفنا في الحكاية الصداقة مهمة ويجب الوفاء في الصداقة أحبائي يا أخي، لأن أصدقائنا هم اللي يعطونا القوة في الحياة، كما أنتم أصدقائي وأنا صديقكم، إذا الأصدقاء يعطونا القوة باش نعيش حياة أفضل أحبائي يا أخي. وش رأيكم دركا نروحوا مع دنيا بنتي نكتشفوا مدينة في فقرة تعرف على مدينتي اليوم، نتعرفوا على مدينة بجاية. إذا تحية 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 الدنيا بنتي، تفضلي تفضلي بنتي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. مدينة بجاية أو قجايف كانت تسمى صالدة وبوجي، تقع شمال الجزائر، يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب ولايتي سطيف وبرج بوعريريج، ومن الشرق جيجل، ومن الغرب ولايتي البويرة وتيزي وزو. تقدر مساحتها ب 3268 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 912577 نسمة، وتضم 19 دائرة و 52 بلدية. يعتمد اقتصاد بجاية على القطاع الصناعي المتمثل في صناعة المواد الغذائية، والقطاع الزراعي المتمثل في زراعة الزيتون، والذي يعد من أهم محاصيلها الزراعية. توجد بها عدة معالم أثرية وتاريخية وأيضا المغارات، نذكر منها أبواب جاية، مفتاح برج موسى المدعو فوربارال، حصن سيدي عبد القادر، قصبة بجاية، مسجد سيدي مهوب، مغارة أوقات، مغارة أقريون، بالإضافة إلى قلعة يما قرايا، رأس كربون، وكذلك مناظرها الطبيعية الرائعة وشواطئها الخلابة. برافو 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 أحبائي. بجاية يا سلام على بجاية وشواطئها الخلابة الجميلة يما قرايا. إذا تحياتنا لكل سكان ولاية بجاية ومدينة بجاية، أحبائنا اللي نحبوهم ويحبونا، تحية سلام، وتهلاونا في بجاية الجميلة 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 باش نزوركم في سياحة أحبائي. أحبائي الحق دركا الفقرة اضحك معنا. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها العمو يزيد؟ شكون شكون؟ تعالي بنتي أروح. إيه أروحي. شابة واسمك بنتي؟ سارة. سارة شحال في عمرك سارة؟ 10 سنين. 10 سنين أروح. شكون هذا أخوك؟ وليد خالي. وليد خالك؟ شكون هذه وليد خالك؟ خالي. ها؟ وليد عمتك؟ هي بنت عمتك توليد خالها هكذا؟ واسمك؟ ريان. ريان الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنين. 10 سنين شاطرة في دراسة؟ إيه. شحال جبتي معدل؟ 8.93. الله يبارك. اطلع ريان اقعد قدامها، اطلع 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 قعد قدامها باش تخرج الشباب هكذا. اوه شاطر ريان الشباب. احكي لي النكته تاعك بنتي. كان واحد الراجل قال لخوه اعطيني ياك سلف لي الكروسه تاعك ونرجعها لك غدوه، ومن بعد قال له هاك المفاتح وغدوه رجعها لي، غدوه مداك رجع له المفتاح قال له كروستك نسيتها بعيده، قال له روح جيبها لي، قال له ما نجيبها لكش. ما حبش يجيبها له، وعلا عطاني المفتاح. عطاني المفتاح برك شو عطاني، قالوا كيما عطيت لي المفتاح رجعت المفتاح ديال الكروسه. برافو 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 برافو، تفضلوا تفضلوا. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي اروحي تعالي. اقعدي شاطره. واسمك بنتي؟ فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء شحال في عمرك بنتي؟ 8 سنوات. شاطره في الدراسه؟ نعم. شحال جبتي معدل؟ 9.67. جيت الأولى. 9.67 جيت الأولى. تصفيق عليها تصفيق عليها بنتي تصفيق عليها. برافو برافو بنتي برافو. الشاطر عمو يزيد يحب دراري اللي يقراو مليح.
احكي لي النكته تاعك بنتي. كان واحد الراجل معاه قال له خويا شوف عيني حمراء، قال له كي تولي خضراء كمل طريقك. اسمها شغل اشاره المرور. اشاره المرور، برافو 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 برافو. شوف اللي عنده نكته جميله. شكون شكون؟ تعالي بنتي اروحي، تعالي تعالي الشطره اروحي اطلعي. اسمك الشطره؟ سيرين. سيرين، شحال في عمرك سيرين؟ 11 سنه. 11 سنه، تقراي مليح؟ شحال جبتي معدل؟ 16.94. 16.94. 94، الله يبعد. تحيه تحيه. 16.94. نحبوا الاطفال اللي يقراوا مليح، يا اطفال ولازم تقراوا مليح. احكي لي انت تاعك انت. قال لك واحد الولد كان يكتب، حبس الستيلو تاعه، حبط يطبع. برافو 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 برافو. اذا احبائي، شو عندنا نكته ثانيه؟ محمد امين. محمد امين انا نروح لعنده باش يحكي لي النكته تاعو الجميله الجميله الجميله. يلا محمد امين احكي لي النكته تاعك. واحد النهار واحد السيد كان رايح مع اولاده عطله، ومن بعد كي راح عند هذاك الطاكسي وين يروح، سقسى هذاك مول الطاكسي، قال له الكبار 100. قال له شحال؟ ايه قال له شحال؟ قال له الكبار 100,000 والصغار باطل. ومن بعد قال له روح عمهم ويسنى فيهم باش ما يخلصش. اه برافو 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 برافو. واش راك وليدي؟ ها؟ قول عمو يزيد؟ يزيد. قول عمو يزيد؟ ربي يحفظكم. برافو برافو محمد امين. قال له اديهم عمهم ويسنى فيهم باش ما يخلصش. الله يبارك الله يبارك. احبائي الحقنا دركا الفقره رسائلكم. اذا ميميشا جيبي لنا رسائل اصدقائنا الاطفال اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار اراء وملاحظات باش عمو يزيد يقراهم لكم هنايا. تحيه تحيه لميميشا، تحيه تحيه. برافو 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 برافو. شكرا شكرا. الرسالة الأولى، بوسيس مريم 5 سنوات مدينة عنابة، قالت لكم شكرا على كل المجهودات المبذولة يا عمو يزيد. ربي يحفظك مريم بوسيس بنتي من عنابة. هذا شرف شرف كبير أننا نفرح الأطفال وأن البرنامج هذا راه في مستوى تطلعاتكم. قشيدة زهرة 14 سنة مدينة تيزي وزو، يا سلام القبائل الكبرى. تحية كبيرة جدا لعمو يزيد، رغم كبري في السن فهذا هو البرنامج الوحيد نتاع الصغار اللي نحبه، وأتمنى لك الاستمرارية يحفظك عمو يزيد. قشيدة زهرة بنتي 14 سنة مازالك صغيرة بنتي، وحنا كاع نحبوا برامج الأطفال، وربي يحفظك وإن شاء الله تتابعينا دائما دائما دائما. عماري مريم نور الهدى 11 سنة مدينة قسنطينة مدينة الجسور المعلقة، يا سلام. قالت لكم أنا مهتمة جدا بالحصة وأحبها. عماري مريم نور الهدى احنا تاني نحبوك بنتي، وسلامي لكل ناس قسنطينة، ربي يحفظك بنتي. الرسالة الموالية، كادور وصال 5 سنوات مدينة زيرالدا جزائر العاصمة، قالت لكم أحبك يا عمو يزيد وأريد أن أغني أغنية لك وأهديك رسما جميلا أنا رسمته لك، اقبل مشاركتي في الحصة. كدور وصال 5 سنوات من زيرالدا، لازم تجيبي لي الرسم هذا نشوفه، لازم لازم. إذا سوف نتصل بك إن شاء الله بنتي، وتجي تحضري معنا وترينا الرسم الجميل جميل جميل. ركيبي جوري 6 سنوات مدينة المغير، يا سلام ولاية المغير، الله يبارك، مدينة سياحية مدينة التمور أحبائي. قال لكم نحبك يا عمو يزيد، أتمنى أن تزورنا في المغير إن شاء الله. إن شاء الله وليدي نزوركم جوري ركيبي، إن شاء الله نزوركم كما اليوم في مدينة المغير الجميلة. إذا عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة 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 اللي نحبها بزاف بزاف بزاف. ودركا الحقنا للجواب عن اللغز. فكرتوا في اللغز، جاكم سهل ولا صعيب؟ ما هو السؤال الذي لا يمكنك الإجابة عليه؟ تعالي بنتي أروح الشابة، أروح آدم، أروح منا وليدي، تعال قعد قدامي قعد قدامي قعد هنا. فوالا
أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ آية. آية، وين تسكني آية؟ في كاليتوس. في الكاليتوس، الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنين. 10 سنين، وش هو الجواب؟ هل ما زلت نائم؟ هل ما زلت نائم أحبائي؟ برافو برافو، هذا هو السؤال الوحيد ما تقدرش تجاوب عليه، هل أنت نائم؟ فهمت أحبائي؟ أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. شكرا شكرا. إذا بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة على شطارتك. واش حبيتي تقولي؟ شكرا على هذه الهدية اللي أعطيتها لي. الله يبارك، ربي يحفظك بنتي، ربي يحفظك. تعال وليدي تعال، أروح. إيه تعال تعال. واسمك وليدي؟ أنس. أنس، شحال في عمرك؟ 11 سنة. وين تسكن أنس؟ في برج بوريريش. برج بوريريش الجميلة، مع من جيت؟ جيت مع خوتي. وين راهم؟ رفدوا يديكم؟ أوه، أروحي 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 الشابة نهضروا معك. جات من البرج هذه تاني؟ تعالي تعالي أروحي. واسمك الشابة؟ رقية. رقية، شحال في عمرك رقية؟ شحال؟ 6 سنين. 6 سنين؟ تقرا ولا ما تقراش؟ تقرا، تقراي مليح رقية؟ حبيت تقراي؟ هيا برافو برافو برافو، ارجعوا لاماكنكم. اذا اصدقاء عمو يزيد يجيونا من كل ربوع الوطن ونرحبوا بهم ويحبونا ونحبوهم، ماذا بينا تزورونا كامل 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 كامل. كاين فقره مهمه جدا جدا جدا، هي فقره رسم اليوم. اذا بشرى بنتي جيبي لنا الرسم هذاك نشوفوه. بشرى تمتعنا في كل مره برسم جميل، رسم جميل في كل مرة. تعالي بنتي، إذن احكي لنا على الرسم هذا الجميل. ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم قدرات تخصهم، بصح يعني ما يعنيش أنه ما يقدروش يديروا أي عبسة يحبوها. عندهم قدرات عديدة عديدة قادرين يستغلوها في حياتهم، يقدروا يديروا الحاجة اللي يقدروا يديروها ويستمتعوا بها. جميل جميل، برافو 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 بنتي، برافو، أعطيه منهم، برافو برافو. أحبائي في كل حصة نستضيف طفل وطفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا. اليوم عندنا عيد ميلاد نورهان. تعالي تعالي نورهان بنتي، أروحي أروحي، ديولك عيد ميلادك الشابة بنتي. أروحي قدامي هنا، أروحي قدامي. إذا نورهان بنتي اليوم راح نحتفلوا بعيد ميلادها، إذا احنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها. إذا يلا غنوا معايا كامل. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، شالله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، شالله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو.
برافو 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 برافو. نورهان راكي فرحانه؟ ايه بزاف صاف. اليوم راح نديرو لك عيد ميلادك. رانيا شفين هدنا لك عيد ميلادك هنا؟ اه عجبك الحال؟ اه برافو. اذا رانيا كنا قمنا لها بعيد ميلادها هنا اليوم الدور على نورهان ان شاء الله. حنا نشعلوا نورهان الشمعه وانتم احبائي ما تلعبوش كامل بالنار، الكبار هما اللي شعلوا لكم الشمع يا اخي، ما تشعلوش وحدكم. اذا ديروا معايا العدد التنازلي لنورهان. اذا 11 10 9 واحد. طفي الشمعة بنتي طفي. فوالا برافو 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 بنتي. إذا أعطيني الشهادة تاعها. إذا نورهان بنتي عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. إن شاء الله تبقى لك ذكرى، وأنتم أحبائي كامل كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه باسمه يحتفظ بها كذكرى أحبائي. وبنتي نورهان بما أنك راسلتنا باش ديري عيد ميلادك، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة الجميلة الجميلة، إن شاء الله تستفادي بها بنتي. كي فرحانة؟ كي فرحانة؟ هاي برافو 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 برافو. هكذا ها أمريك هنا، هاي لك شدي الشهادة حكمي الهدية تاعك. إذا وأنا ببقى لي إلى أقول لكم بقوا على خير، سنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي، نحبوكم نحبوكم. ديروا لهم هكذا. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. احنا في كل مرة نحاولوا من خلال الحصة مع عمو يزيد نمروا رسالة، واليوم من خلال أصدقائنا اللي راهم هنا ذوي الاحتياجات الخاصة حبينا نديروا تقدير للوالدين تاعهم، والدين تاع اطفال عندهم احتياجات خاصه ولا مرضى ولا راهي حياتهم غير عاديه. دونك حنا من خلال حصة مع عمو يزيد دائما نديروا التكريم والتقدير للوالدين اللي تعبوا على ولادهم وقايمين عليهم، نديروا التشجيع للاطفال اللي عندهم احتياجات خاصه ويقراوا يقراوا للتمدرس وادماجهم كامل وتسيبهم متفوقين في الدراسه. يعني شيء جميل جميل جدا، ونشوفوا لما يجوا عند حصة مع عمو يزيد يكونوا فرحانين. فرحان دراك انا؟ انا فرحان. صديقي دائما دائما ما يتاخرش باش يجي تشوف صديقه عمو يزيد. يا اخي وليدي جبت الساكيه ب 8.4. كل شيء مبروك. الله يبارك. واش تحس كي تجي عند عمو يزيد في البلاطو؟ نحس روحي فرحان. كل ما يكون عمو يزيد يدير حصه يحضر معاه ويفرح بزاف معاه، ونشكر عمو يزيد على هذه الحصه. خاصه باش كي جاب لي مع السيزيام تاعو مع صحابو ماشي غير السيزيام، انا يوسي مع الغنى تاعو اغاني تاعو يحفظهم تاني، وكي نقولو ندير عمو يزيد ما يعرفش مشكل يقول يديني يحضر كي يكون في الحصه تاعو في لاتيني. لا تنسونا احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.